سندا نالفوز التحنى سد عين اللي له الكاس تسنى بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم نستعين نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مع أشواطنا المتواصلة والمستمرة في هذا المساء وفي هذا المهرجان مهرجان خادم الحرمين الشريفين لعام 2024 بدعم سخي وكبير لرياضة الهجن العربية الأصيلة انطلاقة شوطنا السادس للجذاع القعدان وتحديات الجذاع القعدان الأسماء والشعارات الحاضرة المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان باحثة وطامحة عن تحقيق الانتصار وعن الفوز وعن النومة سنسير بحضراتكم مع 6 كيلومترات هي الحكاية هي الرواية الحاضرة والمصاحبة في هذا الشوط نسير إلى البداية وإلى مقدمة الشوط لنتابع وتتابعون البداية والصدارة مع أول العناوين المندفعين في هذا الشوط من يقدم لنا شعار مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء لحظات ونتعرف على اللي مع مقدمة الشوط ومع الصدارة والبداية الأولى لنتابع الشعار المنطلق والمندفع مع الصدارة ومع البداية الأولى مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء الأفاضل الصدارة هنا شعار الصدارة شعار فهد من يتقدم في هذه اللحظات من يقدم فهد بن حصين الرمزاني النعيمي من يقدم لنا صغان مع صدارة الشوط ومع البداية الأولى متقدما في هذه اللحظات صغان بينما المركز الثاني ثاني الأسماء ثاني الشعارات المتسلل في هذه اللحظات يتقدم خالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الحبابي مع المهيب المهيب يأتي ثانيا يأتي على المركز الثاني يأتي بالوصافة في هذه اللحظات متواجدا بشعاره وبحضوره بينما المركز الثالث ثالث الأسماء شعار زيد بن سالم بن راشد المري من يقدم لنا الشارد يتقدم في هذه اللحظات شعار بن همدان من يقدم لنا الشارد على المركز الثالث والمركز الرابع حضور وتواجد من الأسماء الحاضرة والمتواجدة شعار أحمد بن سعيد بن حارب الاكتبي مع مشكور يقدم لنا مشكور على المركز الرابع والمركز الخامس مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء فالح بن مبارك آل عمار الدوسري مع شاهين من يقدم لنا شاهين على المركز الخامس بينما سادس الأسماء وسادس الشعارات المتسللة في هذه اللحظات راشد بن عبد الله بن محمد بن سكيبة المري من يقدم لنا موفق في هذه اللحظات بينما الأسماء القادمة في هذه اللحظات اللي على المركز السابع من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات يتواجد هنا مشاهدينا الكرام شعار عامر بن عبيد بن بعيران المري مع مبلش والقادم على المركز الثامن يتواجد شعر عاضة بن شبيب بن عوضة البقمي من يقدم لنا هنا جلمود من يتواجد مع جلمود شعر بن شبيب من يقدم لنا هذا البطل في هذه اللحظات بينما تاسع الأسماء وتاسع الشعارات أحمد بن راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري مع الشهم وعاشرا لنختتم به النداء مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء عاشر الأسماء وعاشر التحديات هنا شعار سليمان بن سلامة بن رويشد الأجهني من يقدم لنا متعب هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومن نداءنا الأول نتحول بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى لا زال صغان فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي من يقدم لنا صغان مع مركز الأمان يتواجد صغان منذ الاندفاع وهو مسيطر مع المقدمة ومع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني يقترب في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة
شعار خالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الأحبابي مع المهيب. من يقدم لنا المهيب؟ بدأ يقترب المهيب في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث مشاهدين الكرام. أتابع وتتابعون الأسماء القادمة، الأسماء المتسللة في هذه اللحظات. بدأت الأسماء بالظهور، بدأت الأسماء بالاقتراب. وصل عامر بن عبيد بن بعيران المري. من يقدم لنا مبلش؟ وصل مبلش مع شعار بن بعيران وشعار بن همدان مع هنا الشارد، هنا شعار زيد بن سالم بن راشد المري. من يقدم لنا الشارد على المركز الرابع والخامس قدوم في هذه اللحظات؟ احمد بن سعيد بن حارب الاكتبي مع مشكور. هكذا هي الخماسيه مشاهدينا الكرام، هكذا هي الخمس الاسماء المتقدمه، الخمس الاسماء المتواجده مع الصداره، المتواجده مع المقدمه في هذه اللحظات، متقدمه ومتزعمه ومتصدره لهذا المشهد. نعود الى مقدمه الشوط، الى الصداره والى البدايه. نتابع، حصل تغيير في هذه اللحظات، غير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، غير المهيب، غير بدوره الى مقدمة الشوط. خالد بن عبد الهادي بن صوفان الاحبابي من يقدم لنا المهيب، المهيب مع صدارة الشوط. ابناء دولة قطر، ابناء الشحانية مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الاولى، مع المهيب، المهيب المهيب متصدرا في هذه اللحظات، قائدا للصفوف، قائدا لهذه المسيرة من الاندفاع، وهو يشكل الخطر، وهو يخطف في هذه اللحظات الصدارة، متقدما في هذه اللحظات. هل من منافس؟ نعم، المنافسة قادمة في هذه اللحظات، قادمة يا أحبابي. وصلت الأسماء، اقتربت الأسماء في هذه اللحظات. وصل بن بعيران، بن بعيران مقدما لنا مبلش. عامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المرية مع مبلش، وكذلك النعيمي مع صغان، وكذلك بن همدان متسللا مع الشارد. الله يا الأسماء القادمة. وصلت الشعارات، وصل مشكور احمد بن سعيد بن حارب الاكتبي والقادم في هذه اللحظات. مبلش حمد بن علي بن بريك الف هيده المري من يقدم لنا مبلش والقادم في هذه اللحظات. مطلق بن خريص العاطفي مع ختال، لكن البدايه وين؟ البدايه وين؟ الصداره وين؟ المهيب، المهيب، المهيب مع الكيلو الاخير افتتح هذه البوابة الخاصة والمختصة للنوماس، وإلى درب النجاح والأرباح مع المهيب، المهيب مع مقدمة الشوط. خالد بن عبد الهادي بن صوفان الأحبابي بن بعيران شكل الخطر في هذه اللحظات. وصل بن بعيران مع مبلش، يا تبلشهم يا يبلشونك، يا سلام يا سلام. المهيب ومبلش قادم في هذه اللحظات، زان اللقى زان، لكن المهيب مسيطرا حتى هذه اللحظات، محكم القبضة مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الأولى. مبلش، مبلش، المهيب، المهيب، ولا مبلش؟ آخر الأمتار، آخر الأمتار ما بين المهيب ولا مبلش. مبلش درب، 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 درب لهذا البطل، درب. غير في هذه اللحظات الى مقدمة الشوط، غير عامر بن عبيد بن بعيران المرية، غير بن بعيران بطلنا، بطلنا وفنان، يحضر بالاداء الفنان، يحضر، يحضر هذا البطل ويخطف النوماس والانتصار. السلام الى بشاير، التحية الى بشاير، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والنوماس لمالك مبلش عامر بن عبيد بن بعيران المري، من قدم لنا هذا البطل منتزعا لنوماس هذا الشوط. المركز الثاني المهيب خالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الاحبابي، وثالث الاسماء مشاهدينا الكرام احمد
احمد بن سعيد بن حارب الاكتبي مع مشكور، بينما رابع الاسماء مشاهدينا الكرام مبلش حمد بن علي بن بريك الفيد المري، وخامسا نشاهد واياكم مشاهدينا الكرام مع مخرجنا الهواري لحظات وصول الفائز في هذا الشوط والخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط لحظات، ونتابع وإياكم مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني كما تشاهدون أمامكم على الشاشة لحظة وصول البطل المتوج في هذا الشوط مبلش، نعم ظفر بنوماسي هذا الشوط لعامر بن عبيد بن بعيران المري. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق في هذا المساء. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني ولحظة وصول مبلش 9 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثواني هكذا كان توقيت مبلش. تهانينا والنوماس لمالك مبلش عامر بن عبيد بن بعيران المري، وثانيا المهيب توقيته 9 دقائق 29 ثانية، 50 جزءا من الثواني. تهانينا والنوماس لخالد بن عبد الهادي بن صوفان الأحبابي، وثالثا مشكور 9 دقائق 35 ثانية، 4 أجزاء من الثواني. تهانينا والنوماس لأحمد بن سعيد بن حارب الاكتبي، ورابعا مبلش حمد بن علي بن بريك آلف هيده المري، خامسا الشارد زيد بن سالم بن راشد المري. مشاهدينا الكرام هكذا كانت النتيجة، وكان مبلش بطلا متوج بهذا الشوط. مشاهدينا الكرام نهني ونبارك لجميع الأخوة الفائزين في سابق الأشواط وفي قادم الأشواط، كل التوفيق لجميع المشاركين.